مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات دوز بنزين. حبينا نجي لكم في الميعاد الجديد بدري شويه بناء على اقتراحات حضراتكم حبيتوا ان احنا نكون موجودين معاكم في مواعيد تكون بدري شويه عن الميعاد اللي احنا كنا موجودين فيه. فان شاء الله هنكون كل يوم حد في نفس الميعاد من 6 لـ 7 ان شاء الله على الهواء مع حضراتكم عشان نتواصل. وكل مواعيد الاعاده هتكون موجوده على الصفحه بتاعتنا وحضراتكم هتشوفوها في البروموز بتاعتنا اللي موجوده طول الوقت في وعلى شاشه المحور كمان. خليني ابدا حلقه النهارده زي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت ان حلقتنا النهارده حلقه هتكون مختلفه شويه. لان احنا هنتكلم فيها في ازمه الشارع ومشكله الشارع المصري اللي بقت ازمه كبيره جدا بتقابلنا نتيجه حاجات كتير بتحصل يوميا. ممكن تكون نتيجه سلوكيات، ممكن تكون نتيجه ناس ما بتتبعش قواعد المرور، ممكن بعض الاماكن قواعد المرور مش موجوده فيها، ممكن يكون اصلا المرور مش موجود في اماكن معينه، حاجات كتير في الاخر بتطلع لنا الازمه اليوميه اللي بنمر بيها. فبدانا نفكر ايه اللي هيحصل. وزاره الداخليه قررت يحصل تغييرات في قانون المرور ويبدا يبقى فيه عقوبات، وفي حاجات بنحلم بيها محتاجين نعرف هل هتتم ولا لا. اسئله كتير بتدور حوالين الشارع، بنقضي وقت كبير جدا فيه واحنا رايحين لشغلنا، وبنقضي وقت كبير جدا فيه واحنا راجعين من شغلنا. هل الوقت اللي بيضيع في التكدسات والزحمه دي لو ما ضاعش مش هيوفر لنا مجهود كبير جدا واحنا بنشتغل، وهيدينا طاقه افضل ان احنا نعرف نشتغل؟ طب نحل الازمه دي ازاي؟ هل المشكله شارع ولا المشكله مرور ولا المشكله سلوك ولا التلاتة مع بعض؟ طب انهي نسبة اكبر؟ طب نبدأ منين؟ النهاردة خدنا جزء قلنا نبدأ بيه، تعالوا نشوف المرور بيفكر ازاي الفترة اللي جاية، وايه اللي بيطلبه مننا، وايه اللي حضراتكم محتاجينه من المرور. عشان كده حلقة النهاردة على الهوا، حضراتكم هتبعتوا لنا كل اللي بتطلبوه او عايزين تسألوا فيه. عندنا فرصة كبيرة جدا، موجود معانا العقيد مصطفى إبراهيم رئيس غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، هيكلمنا أكتر على التطور اللي حصل داخل المرور، الفكر اللي رايح ليه الفترة اللي جاية. ومطلوب من حضراتكم أي سؤال حابين تسألوا بخصوص المرور المصري ابعتولنا على الصفحة بتاعتنا، أو كلمونا على الأرقام التليفونات اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة. الجزء الثاني من الحلقة هنستقبل تليفونات حضراتكم عشان نجاوب حضراتكم على كل الأسئلة اللي انتوا محتاجين تعرفوها. الأهم وده سؤالي الشخصي، أنهي جزء نبدأ بيه؟ نبدأ بالطريق ولا نبدأ بالمرور ولا نبدأ بالسلوك؟ النهاردة قررنا نبدأ بالمرور، بس تطبيق في الشارع انتوا شايفين أنهي واحد هو اللي نبدأ بيه الأول؟ مرور قوي ولا سلوك يتغير ولا طريق يتحسن؟ قولوا لي وجهة نظركم على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، ومستنيين طبعا تليفونات حضراتكم. وهنستقبل ضيفنا بعد الفاصل. حلقة النهاردة هنتكلم فيها على كل ما يخص المرور المصري والفترة اللي جاية هيبقى شكله عامل ازاي. فاصل صغير وراجع لحضراتكم.